هذه الدورة كيشارك فيها 10 أكاديميات جهوية من مختلف مناطق المملكة. عندنا ممثلين عن مختلف المدن، ناظور، قرسيف، وزان، قلميمة، شتوكا، قلميم، إذا مجموعة من المناطق ديال المملكة. عندنا 21 تلميذ وتلميذة مشاركين، ما بينهم 3 ديال الذكور. الموضوع ديال هذه السنة يدور حول تيمة ديال المهرجان اللي هو الهجرة، وكنعرفوا جميع بأن احنا الآن راه في الدورة 12 وطنيا، بعد ما كانت إقليمية ثم جهوية ثم بين الجهات، وكانت واحد مشاركة دولية في الدورة 10، واللي كنطمحوا إن شاء الله بأنه في المستقبل القريب يكون عندنا مشاركة دولية ديال شمال إفريقيا، خصوصا وأن هذه المسابقة راه كتجعل التلاميذ في مختلف مناطق المملكة باش يعيشوا واحد روح المنافسة الشريفة في اللغة والثقافة الأمازيغية. السلام عليكم، سميتي لطيفة الهنطارية، عمري 12 سنة، كنقرا في مدرستكم أولاد العربي مدينة الناظور بني أنصار. جيت هنايا وشاركت في مسابقة أولمبياد تيفينا، دازت زوينة بزاف وسهلة، يعني ما فيهاش كلمة يعني مختلفين عليا. شرف كبير لي أنني نشارك في الأولمبياد، وكان هذا هو الحلم ديالي أنني نشارك في الأولمبياد، واستطعت أنني نجح في الجهوي، يعني دزت في بني ملال ودزت لهنا وتمكنت أنني نحقق الحلم ديالي، وصلت لهنا والحمد لله. النص اللي عطاونا سهل، فيه شويه ديال الكلمات صعيبه ولكن ماشي مشكل، وزنه مزيان. بغيت نقول للشباب ان الامازيغيه لغه زوينه ولها مستقبل جميل جدا، وكنصح جميع الشباب يقراوا الامازيغيه لان الامازيغيه لغه جميله. الجهه ديال الرباط سالة القنيطره، جيت اليوم باش نشارك في النهائي ديال مسابقه تيفينا. تعلمت الامازيغيه لانني وسط امازيغي، وسط عائله امازيغيه، اقارب امازيغيين واساتذه امازيغيين، هي اللغه ديالنا الام، بذلك لقيناها سهله بزاف حيتاش كما كنتعلموها من الصغر. الاولمبياد ديال اليوم هذا زوينين، الاساتذه كانوا ظريفين وكانوا كيشرحوا لنا مزيان الكلمات وكيهضروا بشويه وكيعاونونا الا ما فهمنا شي حاجه. النص ديال الاملاء عطاونا على الموضوع ديال الهجره. بالنسبه للاولمبياد تيفينا اللي هو في يعني في هذه السنه الدوره 12، هو من بين الانشطه الاساسيه التي من الممكن ان تدعم تعميم وتجويد تدريس اللغه الامازيغيه. كيف ذلك؟ انه نلاحظ بان الامازيغيه ليست فقط مجالا للتداول داخل يعني الفصول الدراسيه، هي كذلك واحد الفرصه للاستفاده ديال التلميذ من انشطه الحياه المدرسيه اللي ما فيهاش واحد القيود المتعلقه بالزمن المدرسي. وبالتالي اولمبياد تيفينا تتخلق واحد جو من التنافس الايجابي عن طريق الترفيه ما بين التلاميذ على مستوى الجهات، وتتخلينا نعرفوا مدى التمكن ومدى التقدم على مستوى التحصيل ديال المكتسبات الامازيغيه ديال التلاميذ المغاربه. هي مناسبة وطنية اللي تيكون فيها واحد اللقاء بين هاد التلامذ من مجموعة من الجهات باش يتبادلوا التجارب ديالهم فيما يتعلق بالتعلم الأمازيغية، لقاء كذلك بين الأساتذة، لقاء ديال بين المسؤولين الإداريين على مستوى المديريات الإقليمية على مستوى الأكاديميات المملكة. وبالتالي ليس فقط مجرد مسابقة أنها تنتهي بمجرد التصحيح والإعلان عن النتائج، ولكن هي فرصة لتبادل التجارب فيما يتعلق بالتدريس الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.